ضيفنا النهارده المهندس احمد مجاهد، طبعا عارف الدنيا كلها منتظره هذا الحوار، كله بيسال انه التوقيت، حوار الساعه، الدنيا سخنه، ملفات كثيره. اولا تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك يا فندم، ومتشرف ان مع حضرتك. خلينا نبدا على طول اتفضل من الحدث اللي هو قبل ساعات قليله، القرارات اللي طلعت النهارده. هل حضرتك ترى ايقاف شيكابالا 8 شهور وغرامة نص مليون جنيه هي عقوبة قاسية، عقوبة ظالمة، أم يستحق هذه العقوبة؟ لا، هو كل قرار أو كل عقوبة بتصدر عن أي إدارة أو لجنة من لجان الاتحاد بيبقى ليها أسانيد. وارد جدا أن بيبقى في طرف بيرى أن ضده عقوبة أو ضده قرار هو شايف أن هو مخالف، هو من حقه إجراءات استكمال القرارات. ما عادش زي زمان، احنا مش زي زمان في مقفولين على نفسنا، اللي بياخد قرار بياخد قرار هبهزرد كده وخلاص محدش بيراجع عليه. في اجراءات للتقاضي في بعد مركز في بعد لجنه الاستئناف في مركز تسويه لحد ما تصل لاخر حاجه خالص المحكمه الرياضيه الدوليه والفدراليه كمان. فما عادش زي الاول اي حد موجود في مكان هيتخذ قرارات او عقوبات بمزاجه، لان في اجراءات وكل درجه من الدرجات دي فيها جهات قضائيه ممكن تشوف اللي ممكن تقلل العقوبه او تعيد النظر في الموضوع ككل او تبقي عليها، وفي درجه بعدها وفي درجه بعدها لحد ما تصل لاخر درجه موجوده في كره القدم. الموضوع ما هواش مجرد مش المحاكم العاديه ففيها درجه درجتين في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحكمه، لا، المساله متدرجه. فمن حق اي حد بيرى ان في قرار او في مسألة هو شايفها انها كبيرة او انها مش مواجبة للقواعد او اللوائح ان هو يتظلم، يستأنف، يتخذ الاجراءات السليمة اللائحية من وجهة نظره، فيهاش مشكلة. يعني زمالك له حق الاستئناف؟ طبعا طبعا، في 10 ايام اي حد بيصدر ضده قرار هو له حق انه يتقدم لجنة الاستئناف خلال 10 ايام. لو طبعا لجنه الاستئناف فيها قضاه، كلها قضاه، لو شاف كمان ان لجنه الاستئناف في الاتحاد لم تعطيه الحق في مركز تسويه، ثم بعد كده في محكمه رياضيه دوليه في الكاس، ممكن تتلغي العقوبه دي. كل حاجه ممكنه، ممكن بتلغي، ممكن بتتخفض، ممكن بتتخفف، ممكن تتثبت. كل دي اجراءات طبيعيه في كل العقوبات على فكره. لما طلع هذا القرار ايه الاسانيد او الحيثيات؟ لما بنقول في قرار في حيثيات او اسباب لهذا القرار، ايه هي؟ لا، انا اللي اصدرت القرار. يعني القرار من اداره المسابقات، لان كمان برضو في سبب. كان ممكن اللجنه، لو اللجنه اجتمعت واتخذت قرار فكان هيبقى كانه قرار مجلس اداره فما عليهوش درجه تظلم او درجه استئناف في الاتحاد. لكن لما بيصدر القرار من لجان الاتحاد واداراته بيبقى فيه درجه استئناف او درجه تظلم داخل الاتحاد، ثم بعد كده بنروح للدرجات التاليه في الاستئناف او التظلم. اللوائح بتقول ايه عندنا في مصر؟ لا، انت بتتكلم في درجات الاستئناف. الاستئناف لا، العقوبه او العقوبه عقوبات المحدده للاشخاص. أيوة. الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين بتبدا من اول لفت النظر لحد او توجيه اللوم زي ما الاتحاد الدولي مثلا يقول، لحد الغرامه، لحد منع القيد، لحد منع من المباريات، لحد الايقاف، لحد ما تصل لمنع من اي نشاط في كره القدم. دي كلها عقوبات متدرجه، دي عقوبات في لائحه النظام الاساسي موجوده، وفي لائحه الانضباط، وفي لائحه انضباط الاتحاد الدولي، وفي الايثكس حتى بتاع الاتحاد الدولي. هل بصراحه دي عقوبات موجوده؟ انا مش عايز اختزل الموضوع، لان يمكن حضرتك الناس ما تعرفش ان اصلا اللقاء كان محدد من قبل، من قبل خالص. صحيح. الماتش صحيح. فانا بالنسبه لي، عشان بس الامور تبقى واضحه، انا بالنسبه لي انا موجود في اتحاد الكوره على طرف المساواة مع الجميع. أنا شخصيا كنت أتصور حتى من وأنا رئيس لجنة شؤون اللاعبين في 2004 2005 و2006 وكان أحيانا محمود شيكابالا كان بيبقى له بعض الوقائع. كنت أنا رئيس اللجنة على فكرة في وقت مشكلة برضو باوك والزمالك، يعني بالعكس أنا عمري ما كان يربطني بيه اي حاجه، يعني علاقه مش وديه، بالعكس خالص. ما يعني ما فيش موقف مسبق من حضرتك ضده خالص او ضد حد، بالعكس. بل على العكس،
بل يعني على العكس. بل على العكس. ايه اللي حصل تماما؟ لا 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 خلاص انا مش عايز احكي في الأقباص، يعني انا مش عايز احكي الواقعة وكاننا بنحكي موضوع. لا وخلاص هي موضوع، هي بصرف النظر عايزة، هو الموضوع عايزة، الناس فاهمة ان هو هي الفكرة، مش الفكرة، الفكرة بس مش الفكرة مش عندي كلها بس. نعم. مش معايا يعني. نعم. وعلى فكرة برضو هو، لا بس هو اللي هو في الصورة أحياناً بيبدو حضرتك وهو أحياناً بيبدو، أحياناً بيبدو في الـ في الـ في, الـ في الصورة إن وكأن كما كنا زمان حتى نقول للعيب كده، نقول له تعالى واتكلم حتى لو بتبدي اعتراض مع مدرب. ممكن واحد يقول لك إيه يا كابتن هو ما بيرجعش، فيبدو قدام الناس الإشارة إنها يعني الموضوع صارخ، فمش كل اللي في الصورة هو الحقيقة. لكن خلينا نبقى بس إيه، عشان مش عايز، أنا مش عايز أخوض في الموضوع ده كتير، لأنه الموضوع بقى فيه قرار، وطبيعي جدا إن في جهات تظلم، وطبيعي إن في درجات مختلفة من التقاضي. وحاج ممكن تقول فمش عايز، فمش عايز، مش عايز يعني إيه اتقال أو في شتايم حصلت واتقال. لا 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 أنا ما سمعتش شتايم. في شتايم؟ لا أنا ما سمعتش شتايم. ما سمعتش؟ لا. انه حضرتك اهلاوي مثلا؟ هو لا لا، ما دي حصلت، دي حصلت. هو بالعكس انا يعني، هو الفكره ان اهلاوي او زملكاوي ايه علاقه ده بالشغل؟ طب ما انا اهلاوي وزملكاوي خد دوري. يعني ملهاش اي علاقه بالموضوع. وبالعكس انا احنا رايحين ورايحين ومتفقين. على فكره انا اتكلمت مع المهندس حسين لبيب قبل المباراه، قلت له تحب نعمل تعمل احتفاليه والدرع يتوظف احتفاليه؟ فقال لا في الملعب. فلما جت الشركة الراعية عملوا اتحاد، فقلت لهم يا جماعة بعد الماتشات دايما بيبقى فيه هرجلة والناس كلها نازلة وجري، ممكن نعمل زي كتير جدا من البلاد في الخ